المبتدا وزير ماليه ثم الاخوه والاخوات الحضور جميعا السلام عليكم. في التنميه وفي توسيع اشاعه قبائل الشعوب. الوجه والشكر موصول ايضا للذين سهروا على حسن التنظيم المادي والمعنوي لمشاريعه التنمويه او فيما يتعلق وما تتحلون به من روح المسؤوليه ومن غيره صادقه عن الذين تكبدوا وشعب السفر بالفضول والمشاركه في هذه الاجتماعات. الحق الكريم ان السيره الذاتيه والمسيره العمليه لمعالي الدكتور ابراهيم هذه المسيره الشخصيه المميزه بدات كما ذكرت في كلمتي كانت المؤسسات قبل سنوات في وضع ليس جيدا ولكن الحمد لله بجهود الجميع بدأت تلعب دورا مهما في تنمية الدول العربية وخاصة من خلال لجان التنسيق المشتركة التي يشترك فيها البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات العربية والدولية الأخرى استطاعت هذه المؤسسات أن تمول بالكامل مشاريع في الدول العربية ونفتخر فيها هذه المشاريع كذلك ساعدت في دعم الدول العربية في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فالحمد لله يعني هذه المؤسسات لها دور مهم في تنمية الدول العربية وتخدم الأهداف التي أنشأت من أجلها التي تكون دون تحقيق التنمية المستدامة في وطننا العربي هذه الإصلاحات سيتم تحقيقها ما دام أن هناك إرادة قوية العربية التي ظلت داعي صادنا السوداني طيلة الفترة السابقة و أولاً الشباب بالوطن العربي هي بلدان شابة. ثانياً البطالة تضرب أو تخص أكثر شيء الشباب بالوطن العربي. ولهذا لكان لازم أن يكون هناك سياسات عمومية اقتصادية قادرة على خلق تنمية ونسبة نمو بصفة مرتفعة لامتصاص ولخلق فرص الشغل لهذه الشباب. وهذا طبعاً دور يعني السياسات العمومية ودور الحكومات ولكن صحيح أن الظرفية الاقتصادية الدولية يعني لا زالت غير متلائمة حتى الاقتصادات العربية يجب أن نعي ذلك جيدا يعني في وضعية يعني ليست سليمة كليا نظرا لأن الوطن العربي فيه دول مصدرة للبترول وهذه الدول تأثرت بفعل التراجع النسبي لأسعار البترول.